السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مني لجلالة الملك محمد السادس. حبيت أوصل رسالة لجلالة الملك إنه هذا هو طفلي محمد السادس، أعطيته لقب اسمكم الكريم لأنني أحترم جلالتكم، لأنني أقدر الشعب المغربي، لأنني أحب الشعب المغربي، وهذا تيمنا مني بحبي لجلالة الملك. أطلقت على هذا الطفل اسم محمد السادس لكي يحيا اسم الملك في كل بيت في أرجاء الأرض، لأنه يستحق منا كل الاحترام والتقدير. هذا الملك الذي طالما ساند القضية الفلسطينية، بنى المستشفيات المتنقلة، ساهم في نصرة القدس، يستحق منا هذا الملك مدير لجنة القدس كل الاحترام والتقدير. أقل واجب تجاه هذا الملك أن أطلق على ابني هذا الاسم الذي شرفني جدا بأنني قمت بهذه الخطوة الجريئة، وهذا دليل على حبي لجلالة المغرب الملك المغربي حفظه الله وللشعب المغربي. أنا أطلقت على اسم ابني محمد السادس. كنت منذ فترة طويلة أعيش في فلسطين، أنا الآن أسكن في بلجيكا كلاجئ فلسطيني، أسكن في مدينة اسمها مالميدي في بلجيكا. كنت أفكر منذ زمن طويل أن يرزقني الله بطفل حتى أعطيه اسم محمد السادس تيمنا مني بحبي لجلالة الملك. كنت أتحدث مع الإخوة المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت أشعر بأن الشعب المغربي هو دائما يحب الشعب الفلسطيني. عندما كنت أتحدث معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنت أشعر بحبهم الكبير لنا. هذا ما جعلني أدرس وأترقب خطابات الملك عن بعد، جعلني أحبه جدا، جعلني أفتخر بهذا الملك، جعلني أفكر في أشياء كثيرة من أجل حبي لجلالة الملك ومن أجل إسعاده. قمت بتسمية طفلي هذا بمحمد السادس. أنا أب لستة أطفال، هو سادسهم، وبالصدفة أطلقت محمد السادس وهو السادس في أولادي. بالفعل شرفني جدا أن أطلق على جلالة الملك على ابني اسم جلالة الملك تيمنا مني بحبي له واحترامي وتقدير الكبير لجلالة الملك وللشعب المغربي. إنها بداية أتمنى من كل محبي الملك في جميع أنحاء العالم أن يطلقوا على أطفالهم اسم محمد السادس لكي يحيا اسم الملك في جميع البيوت في جميع أرجاء الأرض، ويذكر اسمه على مر التاريخ وعلى مر العصور. صراحة الكثير قال لي أنك أسميت طفلك باسم محمد السادس لأنك تطمع في شيء من جلالة الملك. قلت لهم إن حبي فاق الخيال لهذا الملك العظيم، وليست لدي أي أهداف. أنا أسكن في بلجيكا والحمد لله لا ينقصني شيء، لي طلب صغير وهو حلم بسيط من مواطن فلسطيني، وهو طلب من جلالة الملك، طلب شخصي، هو أن ألقى جلالة الملك عن قرب وأحظى بشرف لقائه. هذا ما أتمناه لا أكثر من ذلك، وأن أزور بلدي الثاني اللي هي المغرب. وأنا بالفعل أحب الأسرة العلوية اللي هي أسرة جلالة الملك حفظه الله. هذا الرجل الذي أطلق في المغرب أكبر محطة للقطارات على مستوى العالم،
هذا الرجل الذي ساعد طالما الشعب الفلسطيني وسنده في قضيته، وهو مدير لجنة القدس. هذا الملك الذي بكل قوته ساهم في مساعدة الجرحى في فلسطين، ماذا يستحق منا هذا الملك إلا كل الاحترام والتقدير والحب؟ نريد أن نعلم جلالة الملك بأن له محبين في جميع أنحاء الأرض، وله محبين في فلسطين. هذا طفلي أنا أقدمه هدية لجلالة الملك، هذا هدية مني وفداء للملك ولشعب المغرب، وهم أطفالي فداء للملك وفداء لشعب المغرب، أطفالي وزوجتي وإخوتي وعائلتي وكل من يحب الملك ويحبني هو فداء للملك وفداء للشعب المغربي العظيم. يستحق منا هذا الملك كل الاحترام والتقدير. أتمنى من الله العلي القدير أن يحقق لي حلمي في لقائه، في شرف لقائه وعن قرب، وأن ألمس يده الطاهرة، وأنا بالفعل لا أطمح في أكثر من ذلك. أتمنى من الله أن أزور المغرب في القريب العاجل، وأن أحظى بشرف لقاء الملك العظيم، لكي أشكره على كل مجهوداته بما يقوم من أجل القضية الفلسطينية. جيم ديال لو محمد السادس. أسيل. جيم ديال لو محمد السادس. 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 جلالة الملك حفظه الله بابا. بالفعل أطفالي سعيدين جدا وفرحانين، وبالذات ابن يوسف لأنه هو ولدي الوحيد، وكان فرحان جدا إنه أنا أطلقت على طفلي محمد السادس. وهو بيقول لي بابا أنا فرحان جدا لأنه اسم الملك يذكر عنا في البيت دائما، وأنا بحب أخويا محمد السادس وبحب الملك محمد السادس، وإحنا كلنا بنحب المغرب، فداء للمغرب وفداء للملك. عاش الملك، يعيش الملك محمد السادس. يعيش الملك محمد السادس. يعيش الملك محمد.